ما كنتش موقع فيه ثورة 25 يناير، حبيتها عشان بين الفاسدين وبين رجال الأعمال اللي كانت بتمص دم الغلابة، وبين أمن دولة، وبين الناس اللي بتفتري على الغلابة، وبين اللي بياخدوها من غير سبب. كان لازم يبقى فيه ثورة. في ناس كتيرة غلابة يعني، وحالة صعبة، وعندك في ناس مريضة مش لاقية الدواء، وفي ناس مش لاقية مساكن. أنا ما كنتش أسمع عن ميدان التحرير ده، أنا حبيته. فتحت التلفزيون ولقيت في ميدان التحرير، رحت هناك قلت هروح أشوف واحد جاء لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية مهمة نتحدث بها اليوم ابتداء قبل أن نفتح المجال لأسئلتكم الفقهية حول ذلك المسلم الذي نريد، وذلك الرمضاني الذي نسعى لتكوينه إنجاز التعبير، في تعامله مع الآخر، وفي احترامه للآخرين، وفي فقه تعامل المسلم مع الناس. نتحدث حول هذه المعاني مع ضيفنا عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ ونيس المبروك. مرحبا بكم. مرحبا بك. سلام. ابتداء شيخ ونيس، عندما نتحدث عن فقه التعامل مع الناس، ما الذي يخطر على بالك ابتداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سؤال مفاجئ ولكنه سؤال جيد. أنا شخصيا أول ما يخطر على بالي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه، قالت كان خلقه القرآن. عندما نتكلم عن المعاملة نتكلم عن الخلق، وعندما نتكلم عن الخلق إذا نحن نتكلم عن الدين، عن الدين كله، لأن الإمام ابن القيم يقول إنما الدين الخلق، يعني هنا إنما تفيد الحصر، إنما الدين الخلق، فمن فاتك في الخلق فاتك في الدين، فاتك في الدين. وهذا من المفاهيم التي كانت واضحة عند الصحابة، لأنهم شربوا من معين المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صحح بعض المفاهيم التي الآن سائدة. الآن نحن في مجتمعاتنا العربية والشرقية والإسلامية للأسف الشديد عندنا الإنسان الذي له كرامة وله وزن هو الذي لديه كثير من الحسابات ومليئة بالأموال أو كثير من الشهادات أو غير ذلك، ولا نعتبره مفلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم عند الصحابة. قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله، طبعا هم باللغة العربية قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، إنما المفلس الذي يعني يأخذ من الصلاة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. لاحظ لفظ الحديث، يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مفلس. إذن عندما نتكلم عن المعاملة نتكلم عن ركن أساسي من أركان هذا الدين، ألا وهو الخلق ومعاملة الناس. وبخاصة أستاذ عدنان، أنا أختم الفكرة وسؤالك بمسألة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصف مجمل الدين في كلمات وجيزة قال لسيدنا معاذ، قال له اتق الله حيثما كنت. لاحظ هذه ثلاث وصايا تشمل كل أركان الدين. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله عز وجل، تقوى، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا حق النفس، بأنك إذا أصبت خطأ أو معصية تعجل بالتوبة، وخالق الناس بخلق حسن، وهذا حق العباد. والعلماء يقولون أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، لأن الله غفور رحيم، يغفر في حقه ما يشاء،
ما شاء لمن شاء عدا الشرك فهو كله تحت المغفرة، ولكن حقوق العباد مبنية على المشاحة على التضييق، لأن الله عز وجل لا يغفر ما هو في حق العباد، لأنك أنت أخطأت في حق العباد فلابد أن يغفر لك هذا الطرف الثاني، وبالتالي هذه الحقوق جدا ضيقة في الإسلام. الله عز وجل كما يوسع في المغفرة والرضوان في حقه سبحانه وتعالى يضيق في حقوق العباد. ولو كان هذا العبد مخالفا لك في الاعتقاد، ما لم يكن يعني محارب، المحارب له أحكام، ولكن عدا المحارب ولو كان مخالفا لك في الديانة أو في الرأي أو في الفكر أو في الموقف، يجب عليك وجوبا شرعيا أن تحسن إليه، كما قال الحق سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ولاحظ لفظ البر هنا دائما يرد مع الوالدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. طيب يعني الآن نبرهم ونقسط إليهم ونتخلق بأخلاق الإسلام مع الناس جميعا، كيف للمسلم إذا تمثل هذه الأخلاق في التعامل أن يحقق التواصل المطلوب؟ نعم، جيد هذا السؤال أستاذ عدنان. هذا السؤال الآن خاصة في هذا العصر أصبحت له مؤسسات كبرى تعتني، خاصة في الدول الغرب تعتني بهذا الفن، أو ما يسميه يعني علماء الاجتماع الذكاء العاطفي. الإنسان كي يكون ناجحا في حياته لا يحتاج إلى الذكاء العقلي فقط، بل أنا يعني بالتجربة وبالمعيشة لو تلاحظ أن الذكاء العقلي الذي يعطيك أعلى الشهادات ليس بالضرورة أن يكون سببا في نجاحك. النجاح عادة كسبب من الأسباب يكون بسبب الذكاء العاطفي، أو يقال الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي هو فن التعامل مع الآخرين وفن التعامل مع النفس، مع الذات ومع الآخرين. الإنسان الذي لديه ثقة في النفس ويستطيع أن يستمع للآخر ويعرف كيف يتعايش مع الآخر ويعرف كيف يستوعب الآخر ويعرف كيف يشجع الآخر ويعرف كل مجموع هذه ويعرف كيف يوصل فكرته، يعني يعرف كيف يوصل ويعرف كيف يتحاور مع المخالف. هذا الإنسان الذي يعرف كيف يميز بين معادن الناس ويعطي لكل ذي حق حقه، هذا الإنسان هو الذي تجده ناجح في حياته ولو كان لديه أقل الشهادات. هذا هو التاجر الناجح، وهذا هو القائد الناجح، وهذا هو المدير الناجح، وهذا هو الفنان الناجح. إذن سؤالك قامت على أساسه مجموعة من المعاهد والمؤسسات وألفت فيه كثير، لعل من ألطف في الحقيقة وأروع ما كتب في هذا كتاب دايل كارنيجي، كيف تتعامل مع الناس. وهذا الرجل سبحان الله يعني الإنسان يستغرب أن هذا ليس بمسلم، يعني لأن الذي تكلم فيه دايل كارنيجي في هذا الكتاب هو بالفعل ما ورد في الكتاب وصحيح السنة. ولهذا جاء شيخنا الإمام محمد الغزالي المعاصر السقة رحمه الله وأخذ هذا الكتاب وشرحه شرحا كاملا في كتاب خاص، خلق المسلم، هو خلق جدد المسلم حياتك. جدد حياتك، جدد حياتك. نعم بالضبط، كتاب جدد حياتك. هذا الكتاب ألفه إمام من أئمة العصر يشرح فيه مقولات دايل كارنيجي في كيف نتعامل مع الناس. إذن التعامل مع الناس فن وأدب وذوق، وطبعا الشريعة الإسلامية ومقاصد التشريع لو تنظر في مقاصد الشريعة تجدها مثل النجوم التي تدور على فلك. هذا الفلك هو معاملة الناس معاملة حسنة، ولهذا شرع الله عز وجل لنا التبسم في وجه الناس، شرع لنا إلقاء السلام، شرع لنا إفساح المجالس وإفساح الطريق، شرع لنا الهدية، شرع لنا القول الحسن واللقب الحسن، شرع لنا ألا نغتاب ولا نكذب ولا نخول المواثيق، شرع لنا حرم علينا الهمز والغمز والغيبة والسخرية والتنابز بالألقاب. انظر مجموعة كبيرة من النجوم، الأحكام الشرعية مثل النجوم، هذه النجوم تدور على فلك. حرم علينا البيع على بيع أخينا والخطبة على خطبة أخينا، بالله عليك انظر لهذه المنظومة العظيمة من التشريعات كلها، لماذا؟
حتى نخالق الناس بخلق حسن. وأعطى للجار حق الشفعة في في, 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 في يعني الأرض يعني شوف ذلك. شيء عجيب. تشريعات الإسلام أغلب تشريعات الإسلام تدور في فلك المعاملة. ولهذا أنا قلت في الخطبة الماضية قلت للناس إن من المفاهيم الشائعة خطأ أن هذا الدين شرع للآخرة. بعض الناس يعني استغرب، هذا الدين لم يشرع للآخرة، هذا الدين شرع للدنيا. أنا أقصد التعاليم، تعاليم الإسلام، شرائع الإسلام، أما المثوبة تكون في الآخرة، المثوبة في الآخرة، أما هذا الدين دين دنيا. يعني أنا أريد أن أركز على هذا المفهوم، هذا الدين هو دين للدنيا، هو دين للدنيا. ولهذا شرائع الدين كلها تدور حول تنمية هذه الحياة، كيف التواصل مع البشر لأجل تحقيق سعادة الدارين. بالضبط. استأذنك معنا أم عبد الله من فرنسا، تفضلي أم عبد الله. أم عبد الله من فرنسا تفضلي. نعم ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين من فضلك. تفضلي. سؤال أول، كيف رد حق مظلوم غير مسلم؟ وإن تعذر ذلك ما العمل لتكون التوبة صحيحة؟ الحق حق معنوي، حق مادي، حق يعني حقوق ربما تكون مادية ومعنوية. نعم، تحب تسألها شيء في هذا؟ لا. طيب إيش السؤال الثاني أم عبد الله؟ السؤال التالي، هل تسافر الزكاة لأجل إيصالها لأهلنا في غزة؟ ما هو السؤال مرة أخرى؟ السؤال الثاني، هل تسافر الزكاة، يعني هل نرسل الزكاة نعم، زكاة المال نعم، لأجل إيصالها لأهلنا في غزة؟ نعم إن شاء الله، تسمعين الجواب إن شاء الله. أحمد من إيطاليا، تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان الكريم على جميع المسلمين والمستمعين. مرحبا يا أخي. كما قال الشيخ، نحن قادرين وعندنا قدرة وعندنا العلم وعندنا أخلاق الإنسانية أن نعطي الإنسان ماذا يريد، أن نعطي حقوقه في العيش، في الكرامة، في الأمن، في الصحة، ونعطي للحيوان أن يعيش كما نعيش نحن بالأمان والسلام. ونحن قادرين. ما هو السؤال أخي؟ السؤال الأخير، نحن في الدول العربية عندنا يحجون بالمال الخنازير والمال الخمر، ويجمعون الضرائب من الخمر ومن الخنازير ويجعلوها في الصندوق، ويأخذ منها رواتب، ويحجون بها ويقولون نحن مسلمين عايشين بالحلال. انظر يا أخي كيف يعملون في الدول العربية. نعم. تمام، سأتحدث بهذه المعاني وهذه الخواطر. أشكرك يا أحمد. إذا بدأنا بسؤال أم عبد الله من فرنسا، تريد أن ترد حقا لمظلوم غير مسلم، ولا أدري يعني ما هو الفرق بين أن يكون المظلوم الذي نرد حقه مسلم أو غير مسلم إذا كان قد ظلمناه، وأن يكون الحق أحيانا ماديا ومعنويا. هو في تقديري سبب سؤالها هو بعض الفتاوى الشاذة التي تقول أن غير المسلم يجب أن نرد له حق معنوي. طبعا هناك فتاوى شاذة تقول أن غير المسلم يعني هذا كافر، يجب أن تعامله بغلظة، ويجب أن يعني تلجئها إلى أضيق الطريق. طبعا هذا فهم خاطئ للحديث وكذا. وشيخنا الشيخ فيصل مولوي رحمه الله ألف رسالة في هذه المسألة خاصة. فأخي عدنان، سؤالك في محله، لأن هناك من يرى أن الكافر يجب أن تعبس في وجهه، ويرى أن مجرد المودة أو العاطفة البشرية، العاطفة ليست العاطفة العقدية اللي هي الولاء، العاطفة البشرية يراها أن هذه محرمة، وهذا من الفهوم الخاطئة. لو كانت العاطفة البشرية محرمة لما أحل الله عز وجل لنا الزواج من الكتابيات. فأنت كيف تتزوج امرأة وتكرهها؟ فهناك الناس تخلط بين المودة. بيطلع على عرسهم كشف. نعم، أنت الآن ممكن تخالط أي أوروبي ويحسن إليك أكثر حتى من أقاربك وكذا، لا تملك نفسك إلا أن تشعر بعاطفة تجاهه، وعاطفة حب حقيقية. هذه العاطفة المهم، لا أريد أن أفصل كثيرا، لكن هذا هو سبب تقريبا. نعم. سؤالك. طيب شاكر نجاوب، بس نأخذ عبد الله من المغرب، حرام. نعم. دولة عربية نطول عليها في الاتصال. نعم. تفضل يا عبد الله. يبدو انقطع.
فقدناه، شايف المعذرة. معليش. رجع عبد الله. عبد الله. نعم. تفضل يا أخي عبد الله، سؤالك. سؤالي وهو أن لواحد عندي ولدي تزوج مؤخرا، وتزوج بواحد الزوجة دياله يعني تدير الخمار، الخمار يعني تتغطي الوجه ديالها كله، تتغطي الوجه ديالها كله، وكاين الأخ دياله كيعيشوا نفس الدار ومتانع فيه، يعني تتمتانع حتى على باش تنظر. تمام. سؤال مهم. التي تغطي وجهها، هل تكشف وجهها على من هي محرمة عليهم حرمة مؤقتة كشقيق زوجها؟ تمام. هكذا هو السؤال. تمام. يعني نعرف واش يعني محرم عليها أنها تكشف عن وجهها، لأن الآن تأكل. أنت تسأل أم تفتي أخي؟ هل تسأل تقول محرم أم تسأل إذا كان محرم أم لا؟ نعم تماما. أنت تسأل، ستسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب. شكرا لك. مجدي من النمسا، تفضل يا مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي الفاضل السلام عليكم، تحية ليك ورمضان مبارك عليك يا رب. يا رب وإياك. والله السؤال بسيط، وياريت بس سيدي الفاضل الشيخ يقول لي بس الإجابة. أخويا كان مرتبط مع واحدة فحصل خلاف، حاليا هي طلقته، حامل منه. تمام. فطبعا بعدها حصل طلاق. أنا كنت كلمت الشيخ حسين في حاجة زي كده، فهي النهاردة اليوم في المستشفى فبتولد، هل واجب عليا أعمل واجب أروح مع الست ديت؟ لأن إحنا بغربة لا أكتر ولا أقل. فلو تفضلت إيه المطلوب أعمله في الشهر الكريم دوت؟ فلو تفضلت بس تقولي. واضح السؤال. نعم. شكرا. إن شاء الله. ماشي يا مجدي، مشكور على هذا الاهتمام، شكرا لك. سالم من المغرب. سالم. نعم. تفضل يا أخي سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. رمضان كريم أخي ولجميع المسلمين إن شاء الله. أخي نعم. الكريم، سؤالي هو كالتالي، كيف نرى أننا ملوكنا ورؤساءنا العرب لديهم جنود لحمايتنا ليس لقتلنا يا أخي، وما نراه في هذا العالم كل جنود يساقون لقتل شعوبهم، وما هو الحكم في هذا وعلى المتعاونين معهم يا أخي؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الحكم في العمل في الجيوش العربية في أكثر من موقع. أبو يزن من السعودية، تفضل يا أبو يزن. أبو يزن. ألو. ألو، تفضل يا أبو يزن. مبروك عليكم الشهر. شكرا. أكرمك الله. برنامج جدا جميل. أكرمك الله. السؤال هو متى يكون الجهاد واجب؟ شكرا. حياك الله، شكرا لك. طيب خلينا نجاوب على هاي الأسئلة الشباب أولا ثم نتابع الاتصالات. وقفنا إذن عن رد حق المظلوم، ووضحنا أنه الأصل أنه ما في فرق مظلوم مسلم ولا غير مسلم، وهذه فتاوى شاذة ما ننتبه لها. الآن تسأل هي إذا تعذر رد الحق لهذا الشخص ماذا تفعل؟ طيب أنا أولا يعذرني السادة المشاهدين، سأحاول أجيب بسرعة حتى نأخذ أكثر قدر ممكن من الأسئلة، ربما هذه آخر حلقة في رمضان. لا إن شاء الله نشوفك في حلقات أخرى. فحاول أنا أقول لها إذا كان حق معنوي فحاولي أن بسرعة أن تعجلي بالاعتذار. يعني تقولي تذهبي لمن أخطأت في حقي حقا معنويا، سواء قلت له كلمة أو شيء، أن تذهبي وتعتذري إليه. ويفضل خاصة في الغرب أن يكون هناك بطاقة، يكون شيء لطيف هكذا، الذي يعني الذي هو في أعرافهم يعبر عن هذا الود. وإذا كان حق مادي يجب أن تعجلي برده، إلا في حالة واحدة، إذا كان رد هذا الحق بشكل مباشر يؤدي إلى ضرر أكبر، مثلا يغلب على ظنك أنك لو رديت هذا الحق المعنوي أو المادي يسبب ضرر أكبر، مثلا ممكن إنسان أخذ شيء لا سمح الله، لو رده ممكن هذا يذهب إلى البوليس ويدخل مشاكل. هنا يجب رد هذا المال دون أن يشعر صاحبه، يعني المهم أن تقدر المسألة، لكن يجب إرجاع الحقوق. إذا كان حق معنوي الاعتذار والتأسف، وإذا كان جرحت هذا الإنسان وذكرته بشيء ليس فيه، يجب في المجلس
الذي ذكرت فيه هذا الكافر أو هذا الآخر ذكرت فيه انتقدتي يجب أن تصححي هذا المفهوم في المجلس، يجب أن تذهبي إلى أولى الناس، وهذه إجابة عامة لكل مرة. مرة سألني شاب مسلم ضرب سيارة واحد في موقف السيارات وحمل عمل حاله مش شايف ومشي، السيارة تأذت. الآن هو بعد فترة ندم قال أنا غلط اللي عملته، ولا طب هو لا يعرف من هو السائق ولا يعرف أين السيارة. هذا ما يعيش يصلح له الآن إلا التوبة والاستغفار فقط يعني، وإن شاء الله الله عفى الله عما سلف يعني يحاول أن نعم. الآن عندها سؤال آخر، هل ترسل الزكاة لأهل غزة؟ هو سبب السؤال أن يعني عند جمهور الفقهاء وبخاصة المالكية أن المال الزكاة لا يخرج برا من الإقليم، لحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالضمير هنا يعود على يعني على نفس المنطقة. فلهذا جل الفقهاء يقولون حق الناس بالزكاة فقراء الإقليم ماشي، ولكن هذا ليس قاعدة يعني، هذا له استثناءات كثيرة. إذا أصاب ناهيك على أنها هي بفرنسا، نعم، إذا أصاب المسلمون جائحة من الجوائح في أي بلد من البلدان يجب هنا إخراج الزكاة، بل الفقهاء قالوا يجب حتى بتعجيلها. أما عندما نتكلم عن غزة فنحن نتكلم عن الفقراء وعن الرجال وعن الأسود الذين يذودون عن حياض هذه الأمة. والله يعني أنا في تقديري لو لا قدر الله سقطت هذه المقاومة في غزة أو انكسرت شوكة الفقراء هناك، فإذا لم يبقى بيننا وبين الصهاينة أي حاجز. وأنا لا أريد أن أقلب الحلقة إلى معنى سياسي، لكن أعني ما أقول، لا يوجد أي حاجز في الحقيقة. ودعك من كلام دول الطوق، هي دول طوق ولكن طوق حماية في الحقيقة، هذا ما بينته الأحداث. أهل غزة أنا أقول كما قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل عندما سئل قال لو كانت لي دعوة واحدة لجعلتها للحاكم، وأنا أقول لو كان لي درهما واحدا ينبغي أن يدفع لأولئك الفقراء ويدفع لهذه المقاومة، لأنها مقاومة ضد المقدسات ومقاومة ضد أعداء الأمم وليس الإسلام فقط، نعم، وهم الصهاينة، نعم. ولهذا أنا أقول عجلوا يعني صدقاتكم يعني. طبعا الآن كثرت الجراح، سوريا، غزة، المهم بورما، المهم أن بالعكس أنا أقول بوجوب إخراجه، وخاصة الناس اللي تعيش في أوروبا ولا تذوق الفقر الحقيقي هنا. يعني أحمد من إيطاليا يعني بثم أشاعره حول الفساد والبعد عن الدين الموجود في بلادنا العربية والإسلامية وأكلهم الربا وبيعهم المحرمات، ثم يعني هم يدعون أنهم مسلمون ويدعون أنهم على محجة البيضاء. يعني نحكم بالظاهر وندعو ونسأل الله عز وجل أن يعود الناس إلى رشدهم، ونحسن يعني أو نأمل أن يعودوا ولا نقنط إن شاء الله. وكم من إنسان كان مولج في الحرام أكلا وشربا وفعلا انقلب بعد التوبة إلى حتى داعية ورجل راشد يعني. نعم. مجدي من النمسا يتكلم عن طليقة أخيه. نعم، أنا أقول باختصار شديد يا أخي، يا أخ مجدي، أنا مش أنت فقط تذهب لهذه المرأة، هو زوجها حتى السابق يجوز له أن يذهب وأن يبرها. يعني هي العلاقة الزوجية، العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة عقد، هي في أخوة، في إسلام، في إنسانية، حتى لو انقطع هذا العقد. ولا تنسوا الفضل بينكم، هناك كان بينهم فضل، كان بينهم ود. أما بالنسبة لك أنا أقول عليك يجب أن تذهب. المرأة أولا رحم، كانت زوجة أخيك، ثانيا مرأة مسلمة، ثالثا هي مريضة جريحة وغريبة وضعيفة، الراحمون يرحمهم الله ونحن في شهر الرحمة. هذه المسائل أنا أقدر وأحيي. في حرج شرعي ممكن يأخذ زوجته معاي كذا يعني، إذا أخذ معه زوجته طيب، إذا لم يأخذ زوجته كانت المرأة محتشمة يذهب إليها ويساوي لها ويدفع لها المال ويذهب إليها الطعام، لأن هذه ليست خلوة يعني، ومستشفى هذا، هذه ليست خلوة يعني. المسألة هذه يجب أن لا نعقد هذه القضايا ونتعامل بالرحمة ونتعامل بالشفقة. هناك قضايا في الحقيقة تبعث عليها الفطرة الإنسانية ويبعث عليها المشاعر الإنسانية، ولكن سؤاله أنا أقول له بل يجب عليك، اذهب يا أخي وابتغي بهذا مرضات الله عز وجل. أنا هنا أتكلم عن قاعدة عامة، إلا أن يكون هناك استثناء خاص بهذه الحالة، كان يكون مثلا أخوه زوجها السابق كان يتحسس من وجود هذا الأخ الشقيق، تكون هناك قضية خاصة مثلا، أو منعها من رؤيته، أو هو عنده خصومة مع هذا الشقيق. لا، هنا لا يذهب، لأنه بذهابه سيؤجج العداوة مع أخيه.
ولهذا أنا هذه الفتوى هي فتوى عامة لكن لا تخص مسألة بعينها، قد يكون هناك في حيثية أنا لا أعرفها، لكن إذا كانت المسألة هكذا عامة فأنا جواب. استدراك مهم، وسنتابع الرد على أسئلتكم واستقبال المزيد منها، ولكن بعد هذه الوقفة القصيرة مع الفاصل. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. حينما يغدو تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء، تفتح الحوار للمشاهدين باباً للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر فضاء حد السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. من جديد نرحب بكم وبكل من انضم إلينا الآن في البرنامج الفقهي اليومي المباشر لكل زمان ومكان، وضيفنا الشيخ ونيس المبروك عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أجدد التحية لك. معنا عبر الهاتف حمدي، اتفضل يا حمدي. حمدي شكري، اتفضل يا شكري. نعم حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، تفضل يا شكري. أنت على الهواء، تفضل، إحنا نسمعك، تفضل. السلام عليكم، جزاك الله خير على البرنامج الطيب وعلى ضيفنا الكريم أخونا من ليبيا. أنا شكري من ليبيا، عايش في لندن. أهلا وسهلا. السلام عليكم، أنا شكري عايش في لندن. أهلا وسهلا يا شكري، تفضل. أنا مقيم في لندن من ليبيا، وتحياتي لشيخنا الفاضل. مرحبا بك. أنا فقط علمت في مدة بسيطة أن أنا مصاب بسرطان، عافاكم الله. عافاك الله. نعم يا بشكري، عافاك الله شكري. أي نعم، فقريت في الشريط الإخباري من تحت أن في علاج بزيت زيتون، فحبيت والله لو تفيدونا بالمعلومة هذه جزاكم الله خير إن شاء الله. كرامك الله. هو خبر موجود عبر الشبكات الإخبارية، بإمكانك أن تتأكد منه، فهذه من أخبار متداولة توضع على شريط الأخبار وليست في مجال الرد عليها كسؤال فقهي. ربنا يشافيك ويعافيك وندعو لك بالسلامة إن شاء الله، حياك الله. طيب نتابع الإجابة على الأسئلة شيخ ونيس. أيضا وقفنا عند يعني سالم من المغرب يتحدث عن العمل في ضمن القوات المسلحة والجيوش التي تظلم الناس، والتي يعني
تبغي في الأرض في بلادنا العربية والإسلامية؟ هو هذا من الأسئلة الشائكة، وأحيانا الإنسان يخشى أن لو ضاق الوقت لا يفهم على وجهه الصحيح. الأصل في المسلم إذا كان في دولة مسلمة عادلة أن يلتحق بأي وظيفة، ويعتبر وظيفة الشرطة والجيش بل حتى المخابرات إذا كانت دولة عادلة هو من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل أن يعمل الإنسان في الجيش أو في الشرطة أو في غير ذلك. بل الله عز وجل شبه هذه العين التي تسهر على حماية الناس وعلى أمنهم وأموالهم بالعين التي تبكي من خشية الله، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فهذا أجره عظيم. هذا بصورة عامة. ولكن بعض دولنا بين قوسين التي هي مجتمعاتها إسلامية ولكن لا يوجد فيها حكم إسلامي بل أحكامها ضد الإسلام بشكل عام، وإن تخفت وطبعت مصاحف وبنت المساجد كما هو الآن مشاع للأسف، بعضها تستخدم الجيوش لقمع الشعوب بل لقتل الشعوب وقتل الأبرياء ونزع الشرعية عن الناس وغير ذلك. في هذه الحالة المسلم لا يجوز له أن يلتحق بهذا الجيش وهو مخير غير مكره. الحالة الوحيدة الذي يجوز له أن ينتظم في مثل هذه الجيوش الطاغية هو أن يكون ليس لديه مورد رزق أو يكون مكره مجبر إجبار على هذه المسألة يعني، وفي هذه الحالة يلتحق ويقبض الراتب ويتدرب وكذا، ولكن لا يجوز له حتى تحت الإكراه أن يرفع السلاح ضد أخيه المسلم ولو أمره رئيس الدولة ورئيس الجيش، لأن لا يمكن أن تكون هناك طاعة لمخلوق في معصية الخالق. البعض يقول والله أنا جندي. لا، أنت مأمور، أنت قبل أن تكون عبد مأمور لطاغية من الطغاة أنت عبد مأمور لله رب العالمين لرب الأرباب، ولا يمكن أن أطيع أمر الجيش وأعصي أمر الله عز وجل. بعض الناس يقول لك هذه دولة، أنا دولة ومن أين أتيتم بهذا الفقه؟ أنا أقول لكم أنت عاصي وأنت ستحشر مع هذا الذي أمرك بقتل أخيك. هذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، عندما سئل الإمام أحمد عن هذا جاء السجان قال هل أنا من الذين ركنوا الذين ظلموا، يعني أنا سجان، أنا عبارة عن سجان ضعك في زنزانة، قال لا أنت من الذين ظلموا، الذين ركنوا الذين ظلموا والذي يطبخ الطعام ويكوي الثياب، أما أنت السجان أنت من الظالمين أصلا. فبعض الناس يظن أنه بمجرد أنه ضابط يجب أن ينفذ الأوامر، هنا يحرم عليك حتى لو كنت مكره. بل الفقهاء، وهذا عليه إجماع الفقهاء، أنه لا توجد نفس أولى من نفس، لا يجوز لك تحت الإكراه أن تقتل نفسا أخرى، تموت ولا تقتل لتحمي نفسك. نعم، استثنى الفقهاء أمرين في موضوع الإكراه، الإكراه بالقتل، الإكراه بالقتل قالوا يجوز لك أن تأكل الحرام، أن تقول كلمة الشرك، أن تسجد لصنم، أن تفعل كل شيء، إلا أمرين لا يجوز لك تحت الإكراه أن تفعلهما، أن تقتل نفسا أخرى بغير حق، وهذا ما تفعله أغلب الجيوش العربية، تترك سهامها لا توجهها للصهاينة أو للعدو إنما توجهها للمسلمين، أن تقتل نفسا بغير حق أو أن تزنى تحت الإكراه. هاتين المسألتين أو هاتان المسألتان استثناهم الفقهاء لاعتبارات حتى لو قدمت روحك في ثمن الليل. نعم. مجدي من النمسا الذي سأل عن طريقة أخيه يريد أن يوضح شيئا، تفضل يا مجدي. مجدي من النمسا تفضل. علي من ليبيا تفضل يا علي. ما سألتك تونا. تفضل يا علي، أنت على الهواء تفضل. قلت لك علي نبي نسأل سؤال للشيخ، معلش لو سمحت. نعم تفضل. تفضل. هو كنت تتحدث على المجموعات اللي هي اللي خشوا للجيش، نبي نسأل الشيخ هذا إنسان طيبين أولا. نعم نعم كل عام بخير تفضل. قلت لك نبي نسأل حضرة الشيخ هذا. تفضل. الموضوع متاع مثلا الجنود اللي يضموا في المجموعة اللي خشت عليه ورشفانة وبنوليد بحجة لا ما إزلام، ودمروا بيوت الناس وحرقوها في ليبيا في ورشفانة وبنوليد، نبي رأيك المسؤولين اللي أطلقوا اللي أعطوهم الأمر بمهاجمة هذه المدن وقتلوا أطفال ونساء ظلما وبر. نعم تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا علي، حياك الله.
تمام. طيب خلينا بس حتى نكمل مع الأسئلة بالترتيب. تمام. مجدي إذا عندما يعود لنا نرحب به. عاد مجدي، مجدي من النمسا، تفضل يا مجدي. أنا آسف للإزعاج. لا لا أبدا تفضل. الله يحفظك، الله يحفظك، جزاك الله كل خير. يا سيدي الشيخ، أنا هروح حتى لو آخر يوم في عمري، ولكن أخويا بيشوه صورتي، بيبلغ أهلي إن أنا ضده وبروح مع الست ديت لكلام ملوش أي معنى. لكن والله 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 أقسم بالله ربنا يشهد علي هذا الكلام، إن أنا كلمت أخويا وقلت له زوجتك أو طالقتك في المستشفى، أتمنى إنك تروح بإذن الله في هذا الشهر. فقال لي دي حاجة لا تهمي تماما. قلت له طب أروح أنا؟ بس أنا بلغتك، الله ما بلغت، الله ما فشل. قال لي دي حاجة ما تهمنيش، وإذا رحت والله هذا بيحصل يا أخي، والله بيحصل. وإذا رحت ولازم أروح، ده واجب عليا، لأن دي أخت من بلدي وإحنا بغربة. أنا بتكلم باللغة المصرية، يا ريت يعني يكون الكلام واصل كويس. لا مفهوم. أنا هروح، بس والله العظيم أخويا بيشوهني بطريقة غريبة جدا، حتى وصلت لطردي من بيته مجرد أنا بتكلم معه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم. حياك الله يا مجدي. سنعود لمجدي، بيجوز لكن عشان نعطي أولوية لمن اتصلوا من قبل. أبو يزن من السعودية يقول: متى يكون الجهاد واجبا؟ الجهاد واجب، هذا تكلم عليه جمهور الفقهاء. الجهاد يكون واجب أو فرض عين على كل مسلم ومسلمة قادر على الجهاد إذا اقترب العدو من حدود المسلمين، من أقاليم المسلمين. إذا كان هناك عدو محارب تجانف للحرب، يعني استعد للحرب، حرب وليس فقط مجرد حراسة، هنا يصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ولا يجوز حتى الاستئذان حتى الوالدين، هذا ما عليه جمهور الفقهاء. وهناك تفصيل في جهاد الطلب، وهناك تفصيل في جهاد يعني الدفع، له سياق. نعم. الآخر. نعم. إن شاء الله. عبد الله من المغرب، فاتنا التعليق على سؤاله ونعتذر له، يسأل عن النساء اللواتي يضعن الخمار وتغطية الوجه أمام المحارم، يعني المؤقتين. يعني هذا سؤال مهم جدا، ودائما تعوم به زي ما يقولوا البلوى، يعني تعوم به البلوى، يعني يكثر فيه السؤال، لأنه يتعلق بزي المرأة المسلمة. والمرأة نصف المجتمع، بل بالتعداد أكثر. يا أخواننا، يا أخواننا، نحن لا نخترع هذه الأشياء من جديد. مسألة اللباس هذه مسألة قتلت بحثا في كل المذاهب الفقهية، تكلم عليها المفسرون والمحدثون والفقهاء، ليست مسألة جديدة حتى يخترع لنا فيها شيخ مهما كان قامته عالية في الفقه، ليست مسألة جديدة. هي فيها رأيين: الرأي الذي عليه جمهور الأمة من الفقهاء المذاهب الأربعة، جمهور المذاهب، ومن المفسرين، مفسري أهل السنة كلهم تقريبا، ومن المحدثين وشراح الحديث، على أن الذي يجب في حق المرأة هو الحجاب، يعني يجوز لها أن تكشف الوجه واليدين، يجوز لها دون أدنى إثم، والكفين دون أدنى إثم، ولا حرج، وهو من التقوى، وليس هناك أي حرج في هذه المسألة، مع احترامي لبعض العلماء الذين قرأنا لهم كثيرا، والذين يعتبرون أن حتى في بعض منهم للأسف يعتبر أن هذا شيء من التبرج. وابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة فسر أن الوجه واليدين ليست من الزينة. وهناك يعني هناك من رصد 173 دليل من الكتاب ومن السنة ومن الأثار على أن هذا جائز. ولكن نحن في نفس الوقت طبعا استثنى الفقهاء مسائل ذكرها الحنفية وذكرها الشافعية، أن إذا كانت المرأة بارعة الجمال، يعني الجمال الأخاذ، الجمال الذي فيه أنثوية كثير، وكانت في عصر فاسد، والحقيقة مثل أغلب عصورنا، يعني نقصد بالعصر الفاسد لا نقول الناس هلكة، ولكن العصر الذي لا يستحي فيه الرجال، حتى لا يستحي حتى أن ينظر إلى جارته وإلى زوجة أخيه وكذا. إذا كانت المرأة بارعة الجمال وكانت في عصر الرجال لا يستحون، يعني أصبح الحياة ساقط عند الرجال، هنا قال الفقهاء أنها إذا كانت جميلة جدا أن تلبس وتغطي حتى وجهها، هذا سدا للذريعة، ولكن ليس يعني أنه محرم وأنه واجب. أما ما عدا هذا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وعن كفيها بالحجاب المعروف الساتر الذي لا يشف ولا يصف. ولكن أيضا لا نقول النقاب بدعة،
بعض الناس يقول لك النقاب بدعة ويشبه النقاب بأنه خيمة، هذا أيضا قلة أدب مع تراثنا الإسلامي. النقاب من الإسلام، وردت أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في حالات قليلة بأن تغطي المرأة وجهها إلى ما هنالك. لكن لا أريد أن أفصل، هذه مسألة تحتاج يعني تفصيل طويل، من المذاهب قال وما هي أدلة القائلين. حتى شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وهو من يعني من رواد التيار السلفي ومن محدثين وصناع الحديث، يعني صاحب هذه الصناعة وهذا الفن، أجاز أخذا بحديث أسماء، أجاز كشف الوجه واليدين. ولهذا أقول بالله عليكم لا تتعنتوا في الدين، إذا كانت المسألة فيها خلاف هذا الخلاف معتبر، يا أختي الكريمة غطي وجهك، اكشفي عن وجهك، المهم يعني لا تنوي شيء معاذ الله. ولكن كلا المسألتين جائزة، وما عليه جمهور الفقهاء وجمهور المذاهب أن الوجه ليس بعورة، يجوز المرأة أن تكشف عن وجهها. وكان الصحابيات يبيعن ويشترين، كيف أنت تشتري من المرأة ولا تعرف هويتها؟ وكنا الصحابيات يطفنا وكنا يسألنا ويعرفنا يعني بوجوههن. فأرجو أن لا الناس تتعنت في هذه المسألة. قد يكون السؤال ما استشفيته أنا من سؤال السائل، نعم، أنه مثلا هو أو أحد يعرفه يعاني مثلا أن زوجة أخيه تغطي وجهها أمامهم، عملا بأنها يعني تغطي وجهها فهي تغطيه أمام الغرباء وأمام من لديهم حرمة مؤقتة من يعني أشقاء زوجها. هو الحقيقة هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، يا أخواننا يسروا على أنفسكم، يعني الدين يسر، الدين يسر، دين سماحة. يعني ما معنى أن تكون المرأة مع قاربها؟ يعني هذا يعني معذرة، هذا قيد في إنسان عاقل، يعني عاقل لا يقول إن هذا قيد على المرأة. لماذا يعني لماذا تضع قيد على قيد على قيد؟ يعني تكون مع أهلها في 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 بيتها مع قاربها، وتلبس أيضا يعني تكمل عمرها يعني بهذا اللباس، يعني لا ترفعه إلا في غرفة النوم. يعني هذا شيء صعب الحقيقة، أنا أرى فيه شيء من التكلف ومن التعنت ومن التعسف الحقيقة. استطرد مجدي من النمسا وقال عن شقيقي، وواضح أنه ما استدركت به أنت أنه موجود جزء منه. والله إذا موجود جزء منه أنا أقول لي أخي وجدي، شوف مجدي. هذه مجدي هذه ليست فتوى، هذه نصيحة من أخيك عبر تجربة. أنا أنصحك الآن بأن يعني تحاول أن تتجنب هذا الأمر، الأيام ستمضي وإن شاء الله تخرج المرأة معفاة، ونيتك وصلت وبرك وصل إليها. أنا أقول لك ابعث إليها بمال عن طريق مرأة أخرى، عن طريق أي، ابعث إليها بمال، استفسر عن أحوالها بالهاتف إذا كانت تحتاج شبهة يعني. بالضبط، إذا كانت تحتاج سفارة كذا. ولكن أقول لك ادرأ هذه الشبهة وادرأ عن نفسك ألسنة الناس، بل لا أقول ادرأ عن نفسك، أنت ربما رجل شجاع ولا يهمك زي ما هو واضح من كلامك. وبالمناسبة مصر أم الدنيا، فالذي لا يعرف لهجة أمه فليس ببار، مصر نعرف كلنا لهجتها، نسأل الله أن يفك أسرها أيضا. أنا أقول أن ليس دفاعا عن نفسك أنت فقط، بل عنها هي مسكينة. الآن ستخرج الإشاعات والأقارب يبدأ يتكلمون، ونحن نعرف مجتمعاتنا الشرقية. بالله عليك يا أخي نيتك وصلت، ابتعد عن هذا الأمر وحاول أن توصل إليها المال. وإذا كانت لديها أمر قانوني أو إجرائي أنت اذهب إلى السفارة، حاول يعني أن تبتعد على احتكاك مباشر، واجعل هذا لوجه الله عز وجل ذبا عن عرضك وعن عرضها إن شاء الله تعالى. أخونا علي من ليبيا يبدو يشرح بالتفصيل أمورا أنت تعرفها حول لا هو يسأل. شوف الأخ علي، لأن أنا من بلدياته من ليبيا، وأنا شخصيا متهم، كثير من الإشاعات تظهر علي بأني يعني ضد انتهاك حفتر لبنغازي ومع انتهاك الناس لبن وليد. أنا ضد أن تنتهك بن وليد، وضد الإفتاء بانتهاكها أو برجمها أو بقتل ناسها، وضد انتهاك ورشفانة، ولا أحل قلم رصاص يؤخذ من مدينة ورشفانة، ولا أحل قطرة دم تباح من أهلنا في بن وليد ولا ورشفانة ولا غيره. هذا مبدأ عندي، ولا أجيز هذه الحروب تحت أي مسمى من مسميات. الذي فقط أجيزه فقط إذا اعتدى مجرم من المجرمين تحت مهما وضعوا له 50,000 لواء على كتفي، إذا اعتدى على مدينة من المدن أقول لأهلها دافعوا عن أنفسكم،
في حدود المدينة فقط، لا يتبع جريح ولا يتبع الناس الذين هاجمونهم في مدن أخرى، فقط يدافع عن مدينتهم وعن أعراضهم وعن دمائهم، ومن مات دون هذه المدينة ودون الأعراض فهو شهيد. هذا هو رأيي وأقوله، سواء الناس رضيت أم لم ترضى، أنا عندي هذه المسألة واضحة. ولا أظن أهل المرج يعني يجيزون أن يأتي أحد من بنغازي ويرجمهم وينتظروا فتاوى، ولا أهل بن وليد ولا غيرهم. ولكن القتل الذي يحدث بين المسلمين تحت مسميات سياسية، أنا لا أجيز الدخول على أي مدينة من المدن أو حي من الأحياء، حتى لو كانوا، أنا أقول حتى لو كانوا مناصرين للنظام السابق. هذه النصرة لا تبيح دم المسلم، يعني هذا رأي سياسي، ولا أبيح دم المسلم تحت الآراء السياسية. يعني هذه حرب كانت ضد طاغية، كانت لها ضوابط شرعية وانتهت ولله الحمد. أما ما يحدث بين المسلمين أنفسهم الآن من استباحة الدماء تحت مسميات، أنا لا أفتي به، ويعني أحترم من يفتي بغير رأي، يعني وهم علماء أكبر مني سنا وأكبر مني قدرا وأغزر مني علما، ولكني لا أقول بقولهم. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، ولا أريد من أحد لا جزاء ولا شكورا. هذا ما تعلمناه من ديننا، نسأل الله أن يحقن دماء كل الليبيين، وأن يعود الليبيون من الخارج، وأن يرجع النازحون إلى أوطانهم، وأن يهدي الله عز وجل النفوس، لأن لا يوجد أي مبرر لهذا الصراع الدامي في ليبيا اليوم. من خلال هذه التجربة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومع الناس وفي الدعوة وأسئلة الناس الفقهية، يعني ما الذي تخرج به من انطباعات وملاحظات نضعها بين يدي المشاهدين أن يراعوها عندما يسألون أو يستفتون؟ والله سؤال رائع هذا يا أخ عدنان، وشخصيا أنا لا أجاملك، هذا سؤال رائع، بل في تقديري أن المشاهد الكريم يحتاج إلى الإجابة على هذا السؤال أكثر من الإجابات التفصيلية. لماذا؟ لأن هناك الحقيقة اليوم فوضى في عالم الإفتاء، فوضى، وهناك توظيف للفتاوى في الشأن السياسي أو في الشأن الاقتصادي حتى. يعني حضرت مؤتمرات في قضايا الذبائح وقضايا البزنس ومش عارف والبيلدينج والشركات وكذا، هناك الحقيقة فوضى كبيرة يعني في هذه المسألة. والذي زاد الطين بلة هو دجال هذا العصر، هي هذه الشاشة الفضية. هذه الشاشة يعني فككت الناس، فككت عقائد الناس وقيم الناس وموازين الناس، وخلطت الأمور وجعلت الناس تفقد الثقة في العلماء وفي المتدينين وفي الدعاة. وطبعا بعض الدعاة هم الذين ساهموا في هذا، يعني الأمر ليس كله من الناس، بعض الدعاة طبعا. يا ملح البلد من يصلح الناس إذا الملح فسد، كثير من الملح فسد، كثير الحقيقة اليوم من الدعاة، أو خلينا أقول قليل، أنا آسف في هذا الوصف أني أقول كثير، أقول بعض الدعاة الحقين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وبعض العلماء الذين درسوا الشريعة الحقيقة انسلخوا كما انسلخ بعوراء. هذه حقيقة نراها اليوم في مصر في سوريا في كل مكان. لكن الذي أقوله أولا أن الناس عليها أن تعود إلى القيم الإسلامية الأساسية. أولا أن تحسن الظن بالعلماء، العلماء الثقات الذين حسنت سيرتهم ومسيرتهم، الذين شهد لهم بالعلم سواء بالتأليف أو كان لهم تلاميذ ولهم مواقف. يعني البحر لا تكدره الدلاء، يعني إذا كان العالم أخطأ في خطأ في فتوى أو في اثنين ولكن مسيرته كلها طيبة، نحكم حكم أغلبي. أولا نحسن الظن ببعضنا، وأن نعرف أن هناك اختلاف، والاختلاف هذا اختلاف تنوع، أن نحترم المدارس الفقهية، أن نعرف الواقع. يعني هذه يعني سؤالك الحقيقة هو حزمة من الإجابات، تحتاج كما قلت لك، أتمنى يعني أن يأتي يوم تكون هناك حلقة أو حلقات كاملة في منهجية ضبط الفتوى. يعني لدي فيها بعض ما أقول باعتبار يعني درست هذا الموضوع وما زلت أدرسه، أن تكون هناك حلقات على كيف تضبط منهجية الفتوى ما بين السائل والمسؤول. هو الإفتاء صناعة مثل ما قال الأئمة المالكية وشيخنا العلامة الإمام بن بي عبد الله بن بي حفظه الله في كتابه صناعة الفتوى، سماها صناعة. الفتوى مزيج ما بين فقه من السائل وتقوى من السائل،
وفقه من المفتي وتقوى من المسؤول ومعرفة بالواقع وتضاريس هذا الواقع ومعرفة بالحياة التي تمر اليوم، تغيرات الاقتصادية والاجتماعية، معرفة بعلم النفس، معرفة بالفلك، معرفة بعلم الاجتماع، معرفة ببصمات النفوس، معرفة بتنوع المذاهب، معرفة الحقيقة بالمآلات وما تؤول إليه. إذا أنت أفتيت بشيء قد يكون هذه الفتوى صحيحة ولكن تؤول إلى أمر فاسد، فعلينا أن نعرف هذه المسألة. قد تكون هذه المسألة صحيحة ولكن هذا السائل لا يستطيع أن يهضم هذا السؤال، إما لأنه حديث العهد بالتدين، إما أنه لا يفقه هذا السؤال، إلا عدة اعتبارات ينبغي أن تراعى. هناك اعتبارات سياسية واعتبارات دستورية، بل اعتبارات حتى دولية وقانونية. الذي يعيش في الغرب ليس كمن يعيش في الشرق. من يعيش في الشرق في دولة مسلمة يرعاها حاكم فيه الخير ليس كمن يعيش في الشرق مع دولة حاكمها يوالي اليهود والنصارى ولاء كاملا ويدنس مقدسات المسلمين. إذا سؤالك هذا سؤال رائع، إن شاء الله نخصص له حلقة في ذلك. أنا أشكرك جدا فضلت الشيخ ونيس المبروك، كنت معنا في هذه الأيام على أمل أن تعود معنا في أيام قادمة. أشكرك جزيل الشكر، أشكر كل من تابعنا، في أمان الله. من أرض فلسطين المباركة، شركة يافا المحدودة تأتيكم بأفضل منتجات المزارع الفلسطينية التي تقع على حدود مدينة أريحة التاريخية. بالإضافة إلى التمور، تصدر يافا أفضل أنواع الزيتون، زيت الزيتون، المخلل وغيرها من المنتجات الصحية. تمر التمور بثلاثة مراحل فنية للفرز، كما يتم غسلها قبل التغليف. ادعم مزارع فلسطين وعمالها بشراء منتجاتنا. يمكنكم الحصول على منتجاتنا من أحد معارضنا المنتشرة في المملكة المتحدة أو عن طريق موقعنا على الإنترنت www.yafa.co.uk. نزرع البذرة بأيدينا لتكبر نبتة، نبحث عن أصل العلة بأيد وخبرات صقلتها السنوات الطويلة، صنعنا للداء الدواء، تغلبنا فيها على أكثر من 120 مرض لنشعر فيها بسعادة الشفاء مع المريض. ثقتكم تمنحنا التميز وتجعلنا الرائدين في تخصصنا. نصل إليكم أينما كنتم. نورس لقمان الحكيم، من الطبيعة نصنع الدواء. نفخر بشركائنا ووكلائنا حول العالم. تواصل معنا لتكون وكيلا لنورس. يعني هون احنا كتير كتير عم نعاني اكتر من سوريا كمان، يعني صحيح انه طلعنا من تحت القصف بس هون كمان عانينا شيء يعني لا ينوصف ولا ينحكى، يعني ما بيقدر يسمع فيه العقل، يعني صابنا انهيار عصبي. آخر يومنا نشرب مية الوسخة هاي، هلأ بهالنبع بنشربها مية الوسخة.
بصوا احساسي انا اتكلم على 20 سنه تقريبا عشتها في البلد دي، اعتقد ما شفتش فيهم غير اللي هو الغل، غل من السلطه اللي انت طول الوقت انت عمال يدوس 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 يدوس، فانت فجاه خلاص فجرته في وشه. تمشي ازاي في الشارع من غير ما امين شرطه يجي ينزل عليك، من غير ما ضابط يفرض عليك اتاوه، من غير ما انت تروح الجامعه فتلاقي امن الدوله بيرشق حواليك، من غير ما تيجي تعمل مظاهره عشان حتى لو كان كتاب فتيجي تلاقي نفسك بتقبض عليك. حاجه كتير قوي الدوله ليها اكتر من فكر، ليها فكر سياسي، ليها فكر اجتماعي، ليها فكرة أمني، اللي انت ازاي يبقى جواك الفكر الأمني فانت طول الوقت حاسس ان انت في مؤامرة عليك من بره، ازاي تزرع فيك الفكر السياسي اللي هو كفاية اللي احنا عايشينكو، الفكر الاجتماعي اللي انت عايش عيشة زي الفل، انت احسن من غيرك، ده فكر الدولة وده قمع الدولة. يعني اعتقد الجيل اللي هو تقريبا يا لص دلوقتي في السجون يا لص مقتول، واللي عايش دلوقتي مقتول نفسيا، ما كانش عايش مع الدولة او ما كانش موجود جوه الدولة، بكرة الثورة تقوم وتخلي وتاف ده صدقني كان كل واحد بيهتفه كان بيحس بغل، يا بكرة الثورة تيجي تخلي ما تخليش على ده زحمة، بكرة الثورة تيجي مش هخلي على ده ظباط مرتشيل في المرور. الثورة كانت حلم وماتت، بس احنا ابهرنا الناس حاجة واحدة بس، اللي احنا قدرنا نشيل نظام ونرجعه تاني، فاللي هو ايه سوري احنا كنا بنعمل مع حضرتك شايف ايه؟ والله يا باشا النضارة اتكسرت وانا وداخل فمش شايف حاجة. بص انا مش شايف، انت بتغمي عينيك بمزاجك مش غصب عنك، اللي انت عارف انت لو فتحت انت هتتضرب يا هتتسجن، فانت مش محتاج تفتح عينيك، مش شايف ثوره تعيش انت بقى. مفيش، مش هضحك عليك واقول لك ان في امل، فين الامل؟ في مين الامل؟ بص هو الامل في حاجه واحده بس، لو احنا قمنا الصبح قتلنا كل ما هو فوق ال 40 سنه، استقرار استقرار. يقول لك ما انتوا لو هديتوا بطلتوا مظاهرات، اه طب ما احنا هدينا وبطلنا مظاهرات، هتسيب بالامان؟ يا ما تسيبوه يكمل شغل، سيبني انا اعيش وانا اسيبك انت تكمل شغلك، ما انت طول ما انت بتقتل فيا فانت مش هتستمر، وعاش الملك مات الملك ويسجدوا لك، انت في طول الوقت انت مش هتحس ان انت غلط، فبالتالي انت مش هتصلح حاجه، مفيش امل، والله العظيم مفيش امل، انسى. كتير. كنت واقف كان في ضابط في مدرعه لونها كحلي كده تحت الكوبري اللي هو بتاع الجيزه، فواقف انا واحد ففجاه وهو بيعدي زقلي وقع، معرفش رصاصه ولا خرطوش، عرفت ان هو مات. ده كان اول واحد شفته اتقتل جنبي، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، هو مش عشان اللي احنا فقدنا الامل، لا عشان احنا نرتاح، فاحنا هنجيب حق اللي اتقتل فنحس براحه نفسيه، يا نموت زيهم ونستريح من الهم اللي احنا عايشين فيه. Thank you.